مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم مجددا. نستكمل واياكم نشرتنا المسائيه ونصل الى محطه انترفيو، حيث سنسلط الضوء اليوم على سلسلة الهزات الأرضية التي ضربت المنطقة هذا الأسبوع. 5 زلازل ضربت إسرائيل والمحيط خلال أسبوع، ما أثار المخاوف فيما إذا كانت سلسلة الهزات المتتالية هذه مقدمة لهزة أكثر قوة. فقد سجل المعهد الجيوفيزيائي الإسرائيلي يوم الثلاثاء زلزالا بقوة 3.3 على حسب مقياس ريختر في منطقة طبرية، وكان الزلزال الرابع قد سجل في منطقة طبرية بقوة 3.5 درجات بمقياس ريختر. وقبل ذلك بساعات قليلة ضرب إسرائيل زلزال آخر بقوة 3.6 على مقياس ريختر، إضافة إلى هزتين حدثتا يومي الخميس والجمعة. يذكر أن مناطق عدة شهدت خلال هذا الأسبوع أيضا هزات أرضية، منها تونس، الفلبين ومصر. وأمام هذه الهزات غير المسبوقة يطرح سؤال يشغل بال المواطنين وسكان الدول المحيطة: هل نحن أمام زلزال قوي سيضرب إسرائيل وغيرها من الدول الواقعة على الأخدود الإفريقي الكبير والمعروف بالشق السوري الإفريقي؟ وكذلك أسئلة أخرى تتعلق بماهية الهزة الأرضية. في محاولة للإجابة على كل هذه الأسئلة وغيرها، يسرنا أن نستضيف البروفيسور علي الصغير الخبير في علوم الكرة الأرضية. مساء الخير بروفيسور صغير. مساء النور، أهلا وسهلا. دعنا نبدأ من السؤال الأول، كيف تحدث الهزة الأرضية؟ ما هو تعريف الهزة الأرضية؟ الهزة الأرضية في الواقع عبارة عن انطلاق طاقة هائلة من باطن الكرة الأرضية تنتشر في جميع أنحاء الكرة الأرضية على شكل أمواج زلزالية، نتيجة لعمليات كسر تحصل في القشرة الأرضية على طول كسور جيولوجية قائمة أو كسر في طبقات لم تكن مكسورة في السابق، كسرت خلال الهزة الأرضية نفسها. نعم، يعني عمليا نحن نتحدث عن كل شيء في بطبيعة الأحوال، كل شيء موجود في الفضاء الفيزيائي هو عمليا تحرك يولد طاقة، وبالتالي هذه الهزات تولد طاقة، وهذه الطاقة هي التي تؤدي إلى النتائج المدمرة التي نراها. بالضبط، لأنه عادة الهزات الأرضية بتحصل على طول مناطق الاحتكاك بين ما يعرف بالألواح الصخرية أو الصفائح الصخرية، وهذه الألواح أو الصفائح وفي منطقتنا يوجد عدد منها تثبتها قوى الاحتكاك مع بعضها، ولكن عندما تتغلب القوى الباطنية التي تحاول أن تحرك هذه الألواح وتبعدها عن بعضها في باتجاهات قد تكون مختلفة، فتنطلق تلك الطاقة على شكل أمواج، وهي 4 أمواج رئيسية عادة: أمواج أولية وثانوية وأمواج لف وريلي، لكل واحدة مميزاته الخاصة. طيب دعنا بروفيسور علي نمثل للمشاهدين الكرام كيفية حدوث هذه الأمواج. ليس معك الهاتف الذكي ربما، ولكن لندع المشاهد يرى كيف تحدث أو كيفية تأثير هذه الطاقة على نفرض أن هذا مبنى معين قائم، إذا وصلت للأربع أمواج، لأنه مش دائما الأربع أمواج بوصل، في مناطق في الكرة الأرضية لا تصل الأربع أمواج، في مناطق ظل في الكرة الأرضية في الجهة المقابلة لموقع الهزة الأرضية أو لبؤرة الهزة الأرضية. أما لنفترض موقع بأن موقع اللي وصلت للأربع هزات، الموجة الأولى المعروفة بالأمواج الرئيسية بتحرك المبنى بهذا الاتجاه، باتجاه بنفس الاتجاه الذي تتحرك به أفقي، في نفس الاتجاه الذي تتقدم به الأمواج الأولية. هذه أمواج ضغط تعرف. الآن عندما تصل الأمواج الثانية المعروفة بالأمواج الثانوية، الأرض تتحرك أو المبنى يتحرك باتجاه عمودي شاقولي على اتجاه تقدم الموجة. يعني الموجة الأولى هي أفقية، الموجة الثانية هي عمودية. عمودية على اتجاه تقدم الموجة. الموجة الثالثة أمواج لاف على اسم أحد الخبراء في هذا الموضوع، تحرك المبنى أو الأرض باتجاه عمودي أفقي على اتجاه تقدم الموجة، والموجة الأخيرة أو الأمواج الأخيرة أمواج ريلي تحاول أن تقلب المبنى رأسا على عقب، يعني تقلب وهي أخطر الأمواج. في الواقع أنه أخطر الأمواج عادة هي الأمواج المعروفة باسم أمواج لف وريلي، لأنها تتحرك في القشرة الأرضية، والدمار الذي قد يحصل منها قد يكون شديدا جدا، خصوصا إذا كانت الهزة قوية وكان الطقس الموسم شتاء، عندما تكون الأرض مليئة مشبعة بالماء أو على منحدر جبلي أو على نوع من الصخور الذي لا يتحمل الهزات الأرضية كصخور الطباشير أو المجروفات في المناطق السهلية مثلا. نعم، وبطبيعة الأحوال هذه الأمواج بروفيسور علي تحدث بعد أن تتحرك
الألواح التكتونية أو الألواح الصخرية القارية في بعض الأحيان، أو شقوق كانت موجودة، ليس كذلك؟ نعم. وعندما نتحدث عن بحيرة طبرية فإننا نتحدث عن شق، عن لوحين، اللوح الأفريقي واللوح الآسيوي، ليس كذلك؟ في الواقع مش هيك بالضبط، لأنه بحيرة طبرية موجودة على طول الشق السوري الأفريقي، إلى الشرق منها يوجد ما يعرف باسم الصفيحة العربية أو اللوح الصفيحة العربية، عفوا. نعم. نعم، التي تشمل شبه الجزيرة العربية وغالبية سوريا، سوريا إلى الشرق من نهر العاصي ومعظم العراق، وإلى الغرب من هذا الكسر الجيولوجي الطويل يوجد ما يعرف باسم لوح سيناء أو صفيحة سيناء، التي تشمل شبه جزيرة سيناء وإسرائيل ولبنان، غالبية لبنان وسوريا الواقع إلى الغرب من نهر العاصي. الآن هاتان الكتلتان تتحركان نحو الشمال، ولكن الصفيحة العربية تتحرك نحو الشمال أسرع من صفيحة سيناء، ولهذا السبب فعندما تعلق هذه الكتل مع بعضها لا تحدث هزة أرضية، ولكن عندما تتغلب القوى الباطنية كما ذكرنا على قوى الاحتكاك فتحصل هزات أرضية كما حصل في الأيام القليلة الماضية. نعم، الآن هناك ألواح مختلفة ذكرنا منها اللوح العربي، اللوح اللي ذكرته حضرتك، لوح سيناء، هناك اللوح الأفريقي، هناك ألواح أخرى في أمريكا الشمالية وكذا، يعني هذه الألواح كم لوح في العالم اليوم معروف؟ عدد كبير من الألواح. القشرة الأرضية ليست قطعة واحدة متماسكة مثل لوح زجاج مثلا، وإنما تقول زي قزاز السيارة مكسور وملزق في بعضه، بس بيتحرك القزاز تبع السيارة اللي بنكسر عادة بتحركش، ولكن قشرة الأرض إن كان القشرة القارية أو المحيطية مقسومة لعدد من الألواح الرئيسية وألواح ثانوية. وهي تتحرك بكم بروفيسور علي، سنتيمترات في السنة؟ بتعلق الأمر في اللوحين تقريبا، يعني طب في عندك عدد من المليمترات إلى عدد من السنتيمترات. أريد أن أذكر هنا مثلا حركة الصفيحة العربية أو اللوح العربي بالنسبة للوح سيناء الموجود إلى الغرب منه والذي نقع نحن في هذا اللوح تقدر بعام 3-4 مليمترات كل عام بالمعدل. بالمعدل 3-4 مليمترات. نعم. ولكن يقول الجيولوجيون بطبيعة الأحوال إنه القارات المعروفة لدينا اليوم كانت في السابق كتلة واحدة وهي تقسمت بفعل هذه الألواح، ليس كذلك؟ صحيح، هذا بس هذا حصل في عصور جيولوجية عتيقة جدا. الأرض تغير سطحها مرات عديدة خلال التاريخ. نعم. الجيولوجي للأرض. أريد أن أذكر هنا مثلا البحر الأحمر. البحر الأحمر يفصل بين صفيحتين كبيرتين، لوح الأفريقي في الغرب أو الصفيحة الأفريقية، ولوح اللوح العربي في الشرق أو الصفيحة العربية. نعم. هذا البحر لم يكن موجودا في الماضي الجيولوجي البعيد، وإنما تكون في عصر جيولوجي معين قبل عدد من ملايين السنين، وهو لا يزال يتسع إلى الآن. نعم. بمعدل عدد من السنتيمترات كل عام، عدد من السنتيمترات وليس المليمترات بالمعدل. يعني كان شرق السعودية، غرب السعودية متصل بمصر بالضبط اليوم. مع مصر ومع نعم. السودان ومع إريتريا. والآن إذا لو انتظرنا فرضا أن نرجع إلى هذه المنطقة بعد 200 مليون عام، فسوف يصبح البحر الأحمر محيطا كالمحيط الأطلسي. مقابل ذلك سوف ينغلق محيط آخر، محيط الهادئ مثلا، أطراف نعم. الغربية أطراف الغربية للمحيط الهادئ تغوص نعم. تحت اليابان وكمشتكا والكوريل والفلبين نعم. ومناطق أخرى. إذن نحن نتحدث بشكل عام عن حدوث، كيفية حدوث الهزات الأرضية، تحدثنا عن الموجات، ولكن الآن ننتقل إلى النقطة العينية في بحيرة طبرية الشق السوري الأفريقي، وما يقال بأنه كل 180 إلى 100 عام تحدث هناك هزة مدمرة. هل هذا صحيح أولا من ناحية القياس بهذه الصورة؟ يعني هل هناك استطلاع أو هل هنالك إحصاء دقيق لكم سنة بحاجة هزة أرضية أن تحدث في منطقة معينة؟ صحيح تماما، لأنه هزات أرضية حصلت على طول الشق السوري الأفريقي الذي لم يكن معروفا في الماضي بهذا الاسم، مذكورة حتى في التوراة وهي من أقدم الكتب المعروفة، وورد ذكرها في العهد الجديد أيضا بعض الهزات الأرضية. تقريبا كل 80 سنة، 90 سنة، 100 سنة، 110 سنوات تحصل هزة أرضية قوية في هذه المنطقة في الشق السوري الأفريقي، وكل 1000 سنة هزة أقوى. يعني أريد أن أعرف ماذا أقول هنا. هزة قوية يعني درجة 6 في ريختر، درجة أصعب منها 6.5 في ريختر. مثلا عام 1837 خلال حكم إبراهيم باشا على هذه البلاد حصلت هزة أرضية عنيفة كان مركزها في غور البحر الميت، وتدمرت نتيجة لهذه الهزة مدينة صفد كليا تقريبا، وهذا قبل ما وجود سلم ريختر. تقدر قوة الهزة الأرضية هذه أو درجتها في سلم ريختر حاليا بسبع درجات، كانت هزة مدمرة. سبع درجات درجة قوية بالنسبة لنا. فقط لنوضح للسادة المشاهدين بأنه كل درجة من درجات سلم ريختر أو كل عشر درجة هو عشر أو هو ضعف، يعني عمليا الفرق بين 6 و 7 10 أضعاف. مثلا درجة رقم 1 تحتوي على طاقة X نفس طاقة معينة، درجة رقم 2 30 X، درجة رقم 3 900 X، 30 في
كله مضروب في تقريبا 30 31 مره، هذا من ناحيه الطاقه. نعم. سلم ريختر يعبر عن الطاقه المنطلقه من الهزات الارضيه. نعم. ولا يعبر عن بالضروره عن الاضرار. هنالك سلم اخر يعبر عن الاضرار، لان هزات ارضيه بدرجات عاليه قد تحصل في سلم ريختر ولا تسبب اضرار اذا حصلت مثلا في اعماق المحيط او مثلا في أو في الصحاري في تشيلي او في مثلا في تشيلي في مناطق غير مأهولة من السكان. صحيح. نعم. ومقابل ذلك قد تحصل هزات أرضية بدرجات خفيفة في سلم ريختر وتنتج عنها أضرار كارثية. نعم. إذا حصلت في مثلا مناطق مأهولة بالسكان، بيوت طينية على منحدرات جبلية شديدة، في صخور رخوة مثلا، هذا الأمور كل... نعم. هذه الأمور كلها يجب أن تؤخذ بالحسبان. بروفيسور علي، قبل أن نتحدث عن قضية البناء وما يتم الحديث عنه، اليوم نشر بأن هناك تقديرات بأن تكون الهزة الأرضية المقبلة أن تؤدي إلى 7000 ضحية وعشرات آلاف من الجرحى، ولكن قبل ذلك بالنسبة للتوقعات للهزات الأرضية، تحدثنا عن الاستطلاع أو يعني عن قياس زمني، استطلاع للاستطلاع زمني كل 100 عام تحدث هزة في الشق السوري الإفريقي، إلا أنه هناك من يقول من الجيولوجيين بأنه التنبؤ بهزة أرضية هو نوع من الضرب بضرب الخيال، يعني هو ليس دقيقا علميا أبدا. هذا الأمر صحيح أيضا، أن التكنولوجيا الحالية لا تسمح لنا بالتنبؤ بموعد حدوث الهزة الأرضية وبدرجتها وبالقوة التي تنطلق منها أبدا ولا بأي شكل. هنالك أجهزة تستطيع أن تنبئنا عن هزات أرضية خلال 20 ثانية مثلا لحتى 60 ثانية، دقيقة واحدة. كويك ألارم، الأجهزة التي من الممكن يعني ابتياعها في ممكن السوق. ممكن شراها في هذه. نعم. البلاد بمبالغ غير كبيرة. نعم. ولكن أن نتنبأ بحدوث هزات أرضية خلال عدد من الساعات أو الأيام، هذا مستحيل. مستحيل حاليا. وكل مسألة أنه الحيوانات تستطيع تتوقع الخيول وكذا، هل هذا صحيح ولا هو زي كويك ألارم؟ لا صحيح، بس زي الكويك ألارم يعني. وقت الحدوث الهزة الأرضية. نعم. مثلا جهاز الكويك ألارم كيف بيشتغل؟ توصل في الأول الأمواج الأولية، أمواج بي برايمري ويفز، هو بلتقط الأمواج بيعطي صفرة، بيصفر يعني. نعم. إسا اللي في الدار بيعرفوا أنه في هزة أرضية، أما خلال 20 ثانية 60 ثانية بده يطلعوا من الدار. ولكن قد تكون هذه 60 ثانية غالية جدا، تستطيع غالية جداً، تنقذ الألاف يكون الوقت وقت ليل والناس نيام ولا. نعم. يدرون ماذا يفعلون، هذه المدة الزمنية قصيرة. نعم. هذه هي المعضلة بالنسبة للهزات الأرضية، ما نعرفه هو أين تحصل الهزات الأرضية، مواقع المشاكل في الكرة الأرضية بالنسبة لمواضيع الهزات الأرضية، أما موعد الهزة ودرجتها مستحيل حاليا، مستحيل. بالنسبة للبناء والبنية التحتية في كل بلد وبلد، هناك مناطق من العالم معرضة كثيرا للهزات الأرضية مثل اليابان، خط النار، الفلبين وكذا، هل هناك مثلا يعني نوع من الأبنية التي تستطيع أن تتحمل هزات بدرجات عالية جدا؟ بالطبع الواقع لازم يكون البناء ملائم للهزات الأرضية للمنطقة التي يقام بها هذا البناء، فممكن هذا الأمر ممكن وضروري وواجب، ولكن بالنسبة لبلادنا لهذه البلاد لإسرائيل، فغالبية المباني خصوصا المباني التي أقيمت قبل عام 1980 لم تبنى كي تصمد أمام هزات أرضية. أريد أن أذكر أن غالبية الأماكن المقدسة في البلاد أيضا لم تنشأ للصمود في وجه الهزات الأرضية، ولكن هي آلاف السنين موجودة يعني وتعرضت قسم كبير منها تضرر. أنا أعرف عدد من الأديرة في على طول غور الأردن مثلا، على طول نهر الأردن حصل فيه دمار شديد جدا. نعم. نتيجة الهزات الأرضية، وفي في 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 القدس أيضا، وفي مواقع أخرى في دمشق وغيرها. نعم. فأضرار حصلت في الماضي بالطبع. إذن البناء يستطيع يعني بشكل أو بآخر، ونحن نتحدث عن خطة معينة، هنالك طرق بالطبع. نعم. من ناحية كميات الحديد أو نوع الإسمنت أو سمك الجدران أو عمق الأسس البناء، هذه الأمور قد تخفف من الأضرار بشكل كبير جدا، التي أضرار التي تنتج عن الهزات الأرضية. نعم. هل مثلا اعتماد البناء ببيوت بالخشب مثلا، بيوت خشبية كما في اليابان أو مناطق مختلفة من الولايات المتحدة، هل هذا يعني يستطيع أن يقي المواطن شر هزة أرضية كبيرة؟ البيوت الخشب تستطيع أن تبتلع، خلينا نقول، أو تمتص غالبية الأمواج الزلزالية، ولكن الأضرار قد تحدث ليس دائما عن انهيار الجدران أو السقف، وإنما عن أشياء موجودة في البيت. نعم. معلق على الجدران،
أو مثلا خزائن موجودة في المنزل أو صور أو ما شيء من النوع، هذا قد يسقط عن الجدران إن كانت خشبية أو كانت من الحجر أو من مادة أخرى. بروفيسور علي، تبقت لنا دقيقة، ويعني أرجو منك أن توضح لنا أيضا نقطة أخرى ربما من تبعات الهزات الأرضية، وهي موجات المد العالي التسونامي. هل من الإمكان، وقد رأينا هزات أرضية شديدة في قبرص وكذلك في كريت، هل بالإمكان أن يحدث تسونامي داخل البحر المتوسط وهو بحاجة إلى محيط كما نسمع؟ ممكن أن يحدث، حصل في هذه البلاد أمواج تسونامي في عكا مثلا عام 1759. وأريد أن أذكر هنا أن أمواج التسونامي تحصل فقط في حالة واحدة، عندما تحصل هزة أرضية في البحر، في البحر فقط إذا كانت الحركة الكتل المتحركة عمودية. إذا كانت الحركة أفقية فلا تحصل أمواج تسونامي، فقط إذا كانت شاقولية عمودية فقد تنشأ أمواج تسونامي. ولكن المهم في أمر أمواج تسونامي أنه يمكن التنبؤ بها، خصوصا إذا كانت بؤرة الهزة الأرضية بعيدة عن شاطئ البحر. بروفيسور علي صغير الخبير بشؤون الجيولوجيا، أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات، شكرا لك ومساء الخير. عفوا، مساء النور. ومشاهدينا الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية انترفيو لهذا المساء. تستطيعون دائما زيارة موقعنا i24news.tv. شكرا لكم، أجمل تحية وإلى اللقاء.